بنجدد التحية لحضراتكم مشاهدي هذا الصباح، وإلى هذه الفقرة نتجه، حيث يحظى القطاع الصناعي باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهناك جهود ملموسة وملحوظة لزيادة توطين المنتج المحلي والعمل على زيادة تنافسية القطاع الصناعي. من هنا بتواصل الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللي بتستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية، ونمو أيضا سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة. ووفقا لبرنامج الحكومة، هناك خطوات جادة لزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي، وأيضا زيادة حجم الصادرات الصناعية بكل أنواعها، وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي تتوفر في مصانع لها بالفعل، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة. كل هذه التفاصيل هنتكلم عنها مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد. أهلا بحضرتك وصباحك كله خير. فندم صباح النور. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير. يعني مقدمة رامي كان فيها نقاط عديدة مرتبطة بخطوات شاملة بصراحة. مفيش حاجة تكلم فيها تاني. نختم يعني فيها بتقول الخطوات اللي قامت بيها الحكومة في ملف الصناعة، لو نيجي نقول لترجمة هذه الخطوات اللي ذكرها رامي وكانت شاملة، في أبرز ما تم في نقاط في ملف الصناعة خلال السنوات الأخيرة. خلينا ابتدي من آخر تحديث في هذا الملف، الخطاب التكليف والتوجيهات الرئاسية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، واللي أعلن عنها دكتور مصطفى مدبولي. الحقيقة مجموعة من التوجهات الرئيسية المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي، توطين الصناعة تحديدا، وزيادة الصادرات بشكل كبير، بالإضافة للاهتمام بالملف الاجتماعي والمواطن المصري، واللي بيدخل فيه طبعا الحد من الأسعار وتنظيم الأسواق، وأيضا دعم كل الفئات الأولى بالرعاية. فيما يخص الصناعة، الحقيقة في خطوات كبيرة جدا بدأتها الحكومة آخر حكومتين تحديدا في ملف دعم الصناعة وجذب الاستثمار الأجنبي بشكل أساسي. في خطوات كتيرة، في مستهدفات ومشاريع، 152 مشروع تحديدا. أيوة محمد، سمعنا أرقام، الأرقام دايما بتوضح إيه حجم الجهد اللي اتعمل. بكل تأكيد، بس خلينا سابق بقى العرض المعلوماتي بتاعكم عشان أقول شوية أرقام. الحقيقة أن 152 فرصة بنعمل، أو الحكومة بتعمل أيضا ملفات خاصة بخرائط استثمار للمحافظات، مش على المستوى القطري أو العام زي ما البعض فاهم، لا، ده الفرص أيضا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي ملفات أيضا متعلقة بالمصانع المتوقفة، في ملفات متعلقة بإعادة تشغيل العديد من القطاعات والمصانع اللي هتقدم وهتغير من شكل التصنيع تماما في السنوات المقبلة. الحقيقة أنا متفائل بنظرا لضم الوزارة الصناعة لوزارة النقل، اللي حققت مستهدفات كبيرة وبدأت بالفعل في تصنيع القطارات والفلنكات والعديد من وسائل النقل الأخرى، بالإضافة للتحول للمشروعات الخضراء. حضرتك أشرت الجزئية في كلامك يا أستاذ محمد ليها علاقة بالمحافظات والتوسع اللي حصل فيها بشكل كبير، برضو فكرة انتهاج الدولة واعتمادها على فكرة ان انا اعظم موارد كل محافظة على حدة واعطيها يعني قيمة مضافة واستثمار وتنمية، فانعكاس ده على الاقتصاد وحركة الاستثمار في كل محافظة من خلال الخطوات والخرائط الاستثمارية اللي حضرتك ذكرتها. الحقيقة دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، لان ده بتدخل في مفهوم التنمية الشاملة والتنمية المستدامة، سواء الخطة 2030 او
الخطط الأخرى اللي هي الأكبر من كده، الخطط الاستراتيجية، بالإضافة لتوجهات لاستراتيجية توطين الصناعة والصناعة الجديدة اللي بيتم الانتهاء من بعض النقاط فيها، وخاصة ما يتعلق بإدخال القطاع غير الرسمي اللي هو قطاع الظل فيما يتعلق بالصناعة. في يعني النقطة اللي حضرتك قلتها مهمة جدا، في بعض الصناعات، مش عايز أقول العشوائية، ولكن غير الرسمية في بعض المحافظات والمناطق بالمناسبة إنتاجها ينافس الإنتاج العالمي، بل يكاد يطابقه في بعض الصناعات بما فيها الصناعات المتطورة. فالنقطة الجديدة والمستهدف الجديد لوزارة الصناعة والحكومة ككل من ضمنهم خطط الدولة إدخال هذا القطاع بشكل كبير في الاقتصاد الرسمي. ده أولا هيزود القوة التصنيعية بالإضافة لزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، ودي نقطة مهمة جدا في توطين الصناعة، بالإضافة للاعتماد على الأيدي العاملة وتدريبها بشكل كبير بشكل يعني يضيف حقيقي للصناعات المتعلقة أيضا بصناعات التعهيد. في صناعات يعني للأسف هي مقلدة غير رسمية، ولكن في جودتها لو تم إضافتها للصناعة الرسمية والدولة وتحت إشراف الدولة وإدخالها في هذا القطاع، أعتقد أنها هيكون في تطور كبير ونقلة كبيرة جدا هتفيد الصناع وهتفيد الدولة بشكل كبير. احنا هنرجع للجزء الخاص بالتدريب المهني للعاملين، لان ده بالتأكيد مهم جدا، لان ده اللي بيتم من خلاله تطبيق ما تسعى الدولة اليه والوصول الى المستهدف. وخلينا نروح مع حضرتك للمصانع وتعامل الحكومة مع المصانع، سواء منح التيسيرات او التعامل مع المصانع الموقوفة، متابعتك لده وإزاي ده مهم ومؤثر أيضا في المستهدف. بكل تأكيد، في أول ما الوزارة الجديدة ابتدت عملها، وزارة الصناعة، وزارة النقل والصناعة، بدأت بحصر دقيق لأعداد المصانع المتوقفة وأهم القطاعات والمناطق والمحافظات اللي موجود فيها. بالتالي في نسب كبيرة من حل المشاكل اللي بتواجه المصانع دي يتم حلها، سواء كانت مشاكل متعلقة بالإجراءات، مشاكل متعلقة بعدم البدء في ممارسة النشاط لغاية فترة معينة وبالتالي انتهاء التراخيص، مشاكل متعلقة بالترفيق، وده مهم جدا لأن المناطق الصناعية الجديدة كلها بتعتمد سياسة جديدة متعلقة بالخدمات المتكاملة للصناع، وأيضا التيسيرات الغير مباشرة اللي هي متعلقة بشبكة الطرق الراقية اللي رفعت مصر للترتيب تقريبا دلوقتي 18 أو 17 على العالم، 118 أو 128 مستوى في فترة وجيزة، وده يعتبر إعجاز اقتصادي بيدعم الاقتصاد بشكل كبير وبالتالي بيدعم أيضا الصناعة. المناطق الصناعية الجديدة في خطط متعلقة بتطويرها بشكل كبير، وتقدر ان هي تجتذب العديد من الشركات او المصانع اللي قبل التعثر في فترة ما. اعتماد الحلول اللي سواء كانت متعلقة بالإجراءات، متعلقة بالتراخيص ايضا، لان في البعض منها لم يجدد التراخيص، متعلقة بالعمالة، وده شيء مهم جدا لان في اعداد كبيرة من العمال والفنيين كانوا بيشتغلوا في المصانع دي وبالتالي أثرت على حياتهم وحياة أسر كتير. بالتالي الخطط اللي إعادة تشغيل وإدماج المصانع المتوقفة في الدائرة الرسمية عودتها للعمل بشكل كبير، أعتقد إنها هيكون ليها دور ومظهر جديد في الفترة اللي جاية.